المنصة مع محمد العمري. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته مستمعين الأعزاء، كل عام وأنتم بخير. أنتم الآن في المنصة، المنصة يأتيكم خلال شهر رمضان المبارك في نفس الأيام يومي الأحد والاثنين عبر استوديوهات إذاعة ألف ألف أف أم في الرياض، ولكن في أوقات مختلفة، حيث سنكون معكم من التاسعة وحتى العاشرة مساء. أذكركم بأرقام التواصل معنا خلال الحلقة للمكالمات والاتصال المباشر 920-00-66-012، وللرسائل عبر الواتس 055-66-89-001. أنا محمد العمري ورح أكون معكم كالعادة خلال ساعة القادمة، واليوم معي ضيفين مميزين سنأخذهم بالتناوب خلال وبالتوالي خلال ساعة الحلقة. أبدأ اليوم بالتعريف عن ضيفي الأول، هو ضيف أول مرة يكون معنا في البرنامج، ورح نتكلم عن موضوع شيق ومختلف كلياً. أرحب بالمهندس عصام الغانمي، البشمهندس عصام، ومهندس صناعي ومحلل أداء رياضي وحاصل على الرخصة الآسيوية سي من الاتحاد السعودي لكرة القدم، ومهتم أيضا بجودة الهواء والتنمية العمرانية. بشمهندس عصام، مسيك بالخير، كل عام وانت بخير، وحياك الله معنا في المنصة. مساء النور، السلام عليكم ورحمة الله. أولا أشكر إذاعة ألف ألف على استضافتي، وأحب أبارك بحلول شهر رمضان، أبارك على الأمة الإسلامية، وأخص مباركتي إلى سمو إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو سيدي ولي العهد محمد بن سلمان، وإخواني المستمعين، وأسأل الله أن يعيده علينا وعليكم أعوام عديدة في ظل هذا الأمن والأمان بإذن الله. اللهم آمين. ما نعرف أقول لك مهندس ولا كابتن، لكن البش مهندس كابتن عصام. أبدأ معك حواري اليوم ونقاءنا اليوم، نتكلم عن نقطة هي مدخل، يمكن أنا خلال المرات اللي تكلمنا فيها عبر الهاتف يعني يمكن ذكرت لك أنه ما أدري، أنا أحس أنه أصبح التحليل الرياضي يمكن نوعا ما، ما أدري أبغى أسميه موضة، عدد المحللين الرياضيين اللي بيدخلوا بياخذوا الدورات وبيتكلموا بيحللوا على وسائل التواصل الاجتماعي أو في التلفزيون أصبحوا كثيرين، وأصبحت النظرة جدا عادية وسطحية، ما عاد نلاقي أحد مختلف. ما أدري وش رأيك أنت في الموضوع هذا؟ بالنسبة للمحللين الأداء، هم في الغالب رياضيين لاعبين كرة قدم أو مهتمين كرة القدم، محصلين على دورات كرة القدم. طبعا معروف كرة القدم في المملكة العربية السعودية هي اللعبة الشعبية الأولى، وعشاقها كثير ومهتمين بها كثير. التحليل الآن هو محاولة لتبسيط المسألة الحاصلة في المباراة الأبسط ما يمكن، يعني حلل لك المباراة نقاط الضعف نقاط القوة، وكلهم مجتهدين، لكن كيف الفائدة من هذا التحليل؟ كيف النادي أو الفريق أو اللاعب يستطيع أن يستفيد من المحلل، سواء جودة المحلل عالية أو أقل من العالية؟ تفضل إذا معك سؤال ثاني. لا تفضل يعني حابب. لا وضحت الصورة. يعني في النهاية هو الموضوع يعتمد على الاستفادة. طيب في فرق، أنت في رأيك في فرق ما بين المحلل اللي بيحلل للمشاهدين وما بين المحلل اللي بيحلل أو ضمن الطاقم التدريب الفني للمدرب، ولا هم نفس الدور؟ المحلل اللي يكون مع النادي مع المدرب أو مع مساعد المدرب وعارف الظروف الحاصلة للفريق يكون أقرب والصورة أوضح لهم. لكن بالنسبة مثلا أنا حللت الآن مباراة لأحد الفريقين، حللت أنا من مجريات المباراة، لكن ما أعرف هذا اللاعب عنده ظروف مثلا لياقية، ظروف خاصة النادي أدربها، أنا صح حكمت عليه من تحليل هذه المباراة، لكن
المحلل اللي في ضمن مجموعة الفريق أو مع المدرب فحيعرفون إن نعم هذا اللاعب لياقيا ضعيف بسبب أنه كان عنده أو مثلا راجع من إصابة أو مثلا فيستفيدون من التحليل بقدر الإمكان. ولكن الإشكالية اللي حاصلة الآن اللي ممكن مثل ما تفضلت أستاذي تقول أنا أشوف التحليل غير مجدية أو غير فائدة, المحلل اللي في النادي ضمن المجموعة أو المحلل الخارجي هو يحلل لك الأداء باستخدام الأجهزة, يحلل لك مثلا الآن التحليل عدد لمسات الكرة, عدد التمريرات, الاستحواذ, لكن ما يحلل لك أداء اللاعب مثل ما حصل مباراة كوريا مع منتخبنا في آخر دقيقتين. التغطية الدفاعية من اللاعب غريب في الدقيقتين الأخيرة كانت غير جيدة, فهذا يتم تحليل تكنيك الحركة للاعب, ما هو تحليل أداء اللاعب, يعني مثلا كم جرى في المباراة, كم معدل التمريرات, كم معدل التسديدات, هذه تختلف. إذا تم علاج التحرك التحليل الحركي للاعب مثل ما حصل لغريب, صحيح غريب هو لاعب مهاجم ولكن الآن في الكرة الحديثة حتى المهاجم لازم يعرف يتعامل في وضعية لاعب للاعب مثل ما حصل في الدقيقتين الأخيرة مع كوريا. لو كان الكابتن غريب أداؤه في عملية لاعب للاعب جيدة لما استطاع المهاجم الكوري رفع الكرة وتسجيل الهدف للتعادل وتأهله بعد كده بالانتياز. طيب كابتن عصام, يمكن يعني انت سمعت الخبر اللي والتغيير اللي قام به اتحاد كرة القدم انه قرروا انهم يزيدوا عدد اللاعبين في الموسم القادم في البطولات المحلية بحيث اصبح 25 لاعب هي قائمة الفريق اجمالا, 15 لاعب محلي, 10 لاعبين اجانب, 2 منهم مواليد عام 2003 وفوق, وأثناء المباراة يسمح بتسجيل 8 لاعبين ولابد من استبعاد 2 في كل مباراة, في بقية البطولات مسموح تسجيل 10 أجانب. الآن انعكاسات هذا القرار على جودة اللاعبين المحليين في رأيك كيف راح يكون انعكاسه, هل هو سلبي أو إيجابي؟ مضبوط, خليني أضيف كلمتين على سؤالك, كيف يؤثر هذا القرار على ما يتم صناعته من اللاعبين عندنا, على جودة صناعة اللاعبين عندنا؟ يعني الآن إحنا نقول تأثيره على هل جودة اللاعبين عندنا ممتازة حتى يؤثر عليها القرار هذا أو لا, هل جودة صنع اللاعبين عالية أو أقل من العالية, هل جودة اللاعبين عندنا ماشي على المسار الصحيح ولا لا, جودة اللاعبين عندنا في أو صنع اللاعبين عندنا أو عملية تطوير اللاعبين عندنا هي الإشكالية. لو كانت تطوير اللاعبين عندنا ماشية بالشكل الصحيح ما يهمنا تأثير القرارات هذه سواء زاد أو ما زاد, لأنه حيفرض نفس اللاعب المحلي, ولكن الإشكالية في جودة صنع أو تطوير اللاعب المحلي. مثال الآن لو إحنا شفنا أي لاعب في الدوري الممتاز عنده إشكالية حركية ما هي لياقية, مثلا لياقته ممتاز, مثلا زي كابتن غريب المباراة الأخيرة مع كوريا, ليش يا كابتن غريب استخدمت التحرك هذا, ليش حنيت ظهرك زيادة من عن اللازم, ليش هذه التحركات لما نجي نبغى نطور اللاعب غريب فيها, السؤال اللي تبادر لأكثر الناس ليش ما يتطور غريب في هذه الحالة. المدربين الأجانب من وجهة نظري أو بعض المدربين الآن الحاليين يقول لك إن هذا اللاعب المفروض يجيني جاهز من الأكاديمية, لما نرجع للأكاديميات ما نجد هذا التدريب, ما نجد هذا التطوير, فيبقى اللاعب عنده الإشكالية مستمرة إلى أن يتم استبداله. مثال عندك, مثال الآن سلطان الغنام ظهير رائع هجوميا, سعود عبد الحميد ظهير رائع هجوميا, ولكن عندهم مشاكل في عملية لاعب لاعب, في عملية قطع الكرة أو الحصول على الكرة من المهاجم, ما يتم تطويرها, يقف المدرب العالمي المتعاقد معه يقول لك هذا اللاعب ممكن يجيني لازم يجيني جاهز من الأكاديمية, نروح للأكاديميات نجد الصنع أو التطوير غير صحيح, ماشي في مسار غير صحيح. طيب يا مدرب الحالي الآن نبغى حل لكابتن سلطان القنام, نبغى حل لكابتن سعود عبد الحميد, كيف نبغى نطورهم في حالة لاعب للاعب أو المهاجمين, لأن الكرة الحديثة الآن يتطلب من المهاجم وحتى الحارس أن يستطيع أن يتعامل في وضعية لاعب للاعب في الطرق الدفاعية,
حيقول لك هل المدرب هذا يستطيع تغيير اللاعب ولا حيتعذر بأعذار، وهي أن اللاعب لازم يكون جاهز من الأكاديميات. وإذا رجعنا للأكاديميات ومنهج الرخصة الأسيوية سي، نجد أنه في ضعف في بعض النقاط التطويرية للمدافعين، وتبقى المشكلة مستمرة. هذه دائما احنا نتكلم عن الاسس. كثير من المهتمين في كره القدم يقولوا ان احنا عندنا مشكله بالنسبه للاسس. استاذي تسمح لي؟ نعم تفضل. بالنسبه للاسس، انا بالنسبه للاسس هذه المشكله كانت موجوده منذ زمن، مشكله الدفاع في عمليه لاعب للاعب كان يستغلها هجوميا ومتميز فيها الكابتن مالك معاذ من اللي انا شاهدتهم. يعني وجدت في ثغرة في الدفاع لاعب لاعب، فرحت أنا انضميت للرخصة الأسيوية سي بسبب أبغى أشوف ما هي الإشكالية، هل هي من اللاعب أو من المدرب؟ لماذا المدافع يعني لماذا المدافع لا يستطيع إيقاف المهاجم؟ فلما رحت شفت المنهج ما يتم تدريبه في الرخصة الأسيوية سي، إن المنهج به نقاط ضعف ما تصنع مدافع قوي. المدربين اللي يتخرجون مع كامل التقدير واحترام لهم من الرخصة الأسيوية سي يقوم ينقل هذه المعلومة للأكاديميات والأندية، وتبغى المشكلة مستمرة. عشان كذا أنا عملت كتاب بعنوان تمثيل المتجهات الدفاعية هندسيا وتحليلها بكرة القدم بحقوق ملكية من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عملت فيه منهج يوضح حلول لهذه الإشكالية في نقطة الضعف، لأنه كل تكنيك يحتاج إلى تطوير. التكنيك الدفاعي، أنا أقول إن الرخصة الأسيوية التكنيك الدفاعي فيها طريقة الدفاع مثل لعبة الركبي الإنجليزية، مشابهة للعبة الركبي الإنجليزية، هي داخلة في هذا التدريب ويجب عليها الانتباه. المدافع المحلي الآن أو اللاعب المحلي إذا وجد طريقة للتطوير عند أي محلل يجرب. ليش ما يجرب؟ ليش أنا أضع نفسي في موقف قد يتم استبدالي فيه؟ تظل هذا الآن 25 لاعب. الآن لو تلاحظ أغلب المدربين الآن، أغلب المدربين حتى منشيني المدرب في الفترة الأخيرة، أول ما جاء منشيني مدرب عالمي، ما أقول في شيء ولكن لكل شيء فيه نقاط ضعف أنا أحب أتكلم فيها. منشيني أول ما جاء لبس اللعيبة الأجهزة حقة اللياقة، صحيح، وتم التصوير انه يقيس لياقتهم، ولكن انا ابغاك يا كابتن منشيني تقيس الاداء الحركي للاعب، ان كان مهاجم ان كان مدافع ان كان حارس، حتى نستطيع ان نقلق الثغرات. اللياقه تتطور، القياسات الاخرى من عدد التمرينات من التحركات تتطور، ولكن التكنيك الحركي. طيب كابتن عصام اسمح لي، خلينا نطلع فاصل سريع ونرجع ونكمل حديثنا هذه المرة عن الدفاع، ونستكمل الحديث عن الدفاع وعن الحراس. فاصل ومواصلين معكم في المنصة. المنصة مع محمد العمري. ورجعنا لكم مستمعين الأعزاء ومكملين في حلقتنا في برنامج المنصة 920-006-601 للمكالمات، 055-66-89-901. أخونا سلمان بيهنئنا بالشهر الكريم وانت بألف سلامة وصحة وعافية. أخوي سلمان نجدد الترحيب بضيفي الكابتن والمهندس عصام الغانمي استكمالا لحديثنا قبل الفاصل. احنا تكلمنا يمكن على الدفاع وانت تخصصت في جزئية معينة ذات علاقة بالدفاع. التصور او البرسبشن اللي واضح عندنا الان انه الكثير يرى انه احنا دفاعيا كرة القدم السعودية دفاعيا أمورها طيبة، كمية عدد المدافعين وقدراتهم أمورها على ما يقولوا طيبة. الحراس بصراحة أنا شخصيا كنت أعتقد أننا نعاني من قبل الحارس الأجنبي، وأنت يمكن ذكرت أنه فعلا في مشكلة في موضوع الحراس. حابة أترك لك المايك أنه تقول لي يعني هل أنا فعلا هل الجمهور صح في موضوع الدفاع ولا انا اللي خطا في موضوع الحراس؟ حاب اسمع رايك في الموضوع هذا. بعطيك مثال. قبل اسبوع كنت في مدينه جده وكان في احد الانديه الكبار، فكنت قريب من النادي ورحت النادي كان عصر،
فلقيت لاعب لابس لبس النادي ما شاء الله تبارك الله. فسألت وين مكانه، قال لي أنا قلب دفاع. قلت له طيب ممكن أسوي لك اختبار؟ حتى أنا كنت لابس ثوب وقتها يعني بس جاي زيارة. قال لي طيب ما عندك مشكلة. فقلت له لو جاك اللاعب كذا وفعلا يعني تحركت عليه، فقال لي أنا صح أنا كذا حسبب ضربة جزاء. قال لي تتكلم إنجليزي؟ قلت ريوة. قال لي تعال كلم المدرب. قلت له المدرب صعب الوصول له. فحسيت إن اللاعب يبغى يطور نفسه، لاعب في الشباب في 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 فئة الشباب، فئة الشباب درجة الشباب أيوة، يبغى يطور نفسه. فقال لي تعال كلم المدرب. المدرب أنا صعب تواصلت مع النادي بعدين رحت لهم قلت له، قالوا لي تعال الأسبوع القادم. فما حصل ظروف إني رحت، لكن وجدت إن الشباب يبغى يتعلم التحركات الدفاعية، إحنا يبغى يتعلم كيف يقطع الكرة، يبغى يعرف كيف يوقف اللاعب. مثلا أحد الإعلاميين القديرين كتب الفترة السابقة لما كابتن سعيد المولد سقط أمام كريستيانو، كتب الكل يسقط أمام كريستيانو. طب ما هو السبب الكل يسقط أمام كريستيانو؟ هل السبب مهارة كريستيانو العالية مع تقديري واحترامي كريستيانو وكابتن سعيد المولد، أم السبب ضعف الأداء الدفاعي عند كابتن سعيد المولد؟ طيب لو كان عنده ضعف دفاع أداء الدفاعي أو التحركات، ما هو التطوير؟ من اللي يطوره؟ من يطور الكابتن سلطان القنا؟ من يطور الكابتن سعود عبد الحميد؟ موجودة التحركات الدفاعية. عندك مثال أخير، اللاعب مارسيلو البرازيلي لما كان في البطولة كأس الأندية أمام الأهلي المصري، مارسيلو لما أخذ ضربة جزاء من المهاجم ايش اسم المهاجم حق لاعب الاهلي في الظهير اليمين حق الظهير الايمن بيرسي الجنوب افريقي بيرسي الجنوب افريقي مضبوط، مارسيلو اخذ ضربه جزاء بسبب ان المهاجم الجنوب الافريقي ما عنده طرق دفاعيه وسبب ضربه جزاء في منطقه 18 تقدم فيها فريق فلومينسي البرازيلي. نفس الخطا اللي حصل مع غريب مباراه كوريا الجنوبيه، ما عرف يوقف اللاعب، لكن كان هذا الفرق ان هذا كان منطقه الجزاء والفرق كان غريب خارج منطقة الجزاء، ولكن ما استطاع إيقاف المهاجم الكوري الدقيقة ونص الأخيرة. فالطرق الدفاعية مفقودة، سواء يعني أنا حسب على الكتاب ما أخذ عليه حقوق ملكية فكرية، هذا على بلدان عالم كثيرة أعتقد هذا شامل الحقوق الملكية. هذه النقطة موجودة حتى خارجية، وجدتها حتى في روبرتو كارلوس، رقبت تدريب روبرتو كارلوس أو في الطرق الدفاعية الكل يبحث بين ميسي وروبرتو كارلوس، حيجد أن حتى روبرتو كارلوس كان يسقط أمام ميسي. فمعناته أن هذه ضعف الأداء الدفاعي لاعب بلاعب موجود، ومن أسباب ضعف اللاعب الدفاعي لاعب بلاعب عدم صنع منظومة دفاعية صحيحة. الآن لما يكون عندنا مشكلة في الدفاعية بسبب أن اللاعب تكنيك اللاعب الفرد ضعيف، فهم كمجموعة إذا ضبطت الظهير الأيمن تكنيكيا والظهير الأيسر وقلوب الدفاع أنت تستطيع صنع منظومة دفاعية. طيب بالنسبة للحراسة، طيب بالنسبة للحراسة كابتن، الحراسة شوف من كان متميز. أنا من سنتين وأنا ودي يتم إنشاء فكرة مدرسة كابتن عبد الله الدعية. عبد الله الدعية وأقول لكم كل عام الصحة والعافية. عبد الله الدعية أنا أعرف أعطيها الصحة والعافية، أعرف أن كابتن محمد الدعيع والحراس السابقين لهم التقدير والاحترام، أنهم بالأرقام أفضل يعني أكثر مباريات أكثر أهداف في مرماهم، لكن بالنسبة للأداء الحركي للحراسة المتميزة اللي حتى سمعت أنا في أحد المساحات كنت ما كان عبد الله الدعيع، ان شاء الله اني يعني ذكر الموضوع مضبوط، انه في احد المدربين قال لما المنتخب السعودي لعب مع احد المنتخبات وديه مباراه وديه، قالوا انتم جايبين لاعب برازيلي معاكم على عبد الله الدعيع، كان حارس، قال هذا لاعب محترف اعتقد بالموضوع هذا. ولكن كابتن عبد الله الدعيع عنده تحركات رائعه ومميزه للحراس للي يبغى يستفيد منها، والسبب بان كابتن عبد الله الدعيع بعد ما بحث على تميز كابتن عبد الله الدعيع على باقي الحراس من الماضي الى الان، ان كابتن عبد الله الدعيع في اساسه كان ظهير ايمن، فكان يزيد التحركات بالارجل كمدافع، وتناقشت معه قال لي نعم انا كنت ظهير ايمن وكنت مدافع واستطيع اتعامل مع المهاجم لما يجيني لاعب
ايش القاعده اللي حبيت اضيفها بعد ما درست موضوع كابتن عبد الله الدعيه؟ كابتن عبد الله الدعيه لما اول مشكله القاعده هذه هي تجاوب سؤالك اللي هي ما هي اسباب ضعف الحراسه. مثلا الحارس لما يطلع للمدافع يطلع له كحارس ما يطلع له كمدافع. القاعده ايش تقول؟ تقول اني انا اطلع للمهاجم كمدافع واطيح على الكره كحارس. اذا انا تحركت وطلعت من المرمى اطلع بتحرك مدافع بتحركات الارجل كمدافع، اضيق عليها الزاويه بعد كذا اطيح على الكره بيدي. لكن اذا انا طلعت كحارس وفكرتي بس اني امسك الكره بيدي يستطيع ان يتلعب بي المهاجم. فهمت الصوره او وضحت الصوره؟ اي فهمتك. انا دائما اتذكر بكلامك قاعد استحضر بيتر شمايكل، يعني اذا وصححني اذا انا غلطان، يعني بستحضر بيتر شمايكل في النقطه هذه. والله هو عنده يعني كان يمكن عشان مانشستراوي، يعني يمكن عشان مانشستراوي عشان كذا يمكن. ما هو مايكل ما هو مثل الالماني ولا مين قصدك؟ لا قصدي الدنماركي حارس مانشستر. لا ما تذكروا، لكن انا ودي من الحراس الحاليين ان يستفيدون من تحركات كابتن عبد الله الدعيع لو مراقبه مبارياته السابقه وتحركاته. انه كابتن عبد الله الدعيع يطلع للمهاجم كمدافع ويطيح الكره كحارس في منطقه 18 عنده، والسبب انه كان ظهير ايمن في بداياته واستطاع تكوين او مزج ما بين التحركات الدفاعيه وحراسه المرمى. لو تلاحظ طريقه صدت كابتن عبد الله الدعيع على الكره ما ترتد مره ثانيه، من المره الاولى يمسكها ومسكها صحيحه وصغور صحيح. فهذه التحركات اللي هي المفروض التركيز عليها. كابتن عصام صراحة سعدت بتواجدك معنا اليوم في الحلقة، وإن شاء الله أتمنى أنه ما تكون آخر مرة، المرات الجاية برضو نختار لنا مواضيع ثانية للحديث عنها، لأن الحديث صراحة معك جدا ممتع. وشكرا لك ونسمع صوتك إن شاء الله على خير. الشكر لكم على استضافتي، بارك الله فيكم، وإن شاء الله المرات القادمة أفضل وأفضل بإذن الله. مستمعين الأعزاء أكيد الله يعطيك العافية. مستمعين الأعزاء مكملين معكم في المنصة، خليكم على السماع، بنطلع فاصل ومكملين معكم المنصة. المنصة مع محمد العمري. رجعنا لكم مستمعين الأعزاء ومكملين حلقتنا اليوم في المنصة. 920-66-12 للاتصالات و 055-66-89-001 لرسائل الواتس. أبو عبد الله يقول لي اليوم أنت لابس تيشيرت مانشستر فأتكلم عن مانشستر. والله يا أبو عبد الله لو في شيء يسر في مانشستر كان تكلمنا عليه، لكن يلا خلي في أمل شوية. بعد نص ساعة يلتقي أو يستضيف فريق النصر السعودي فريق العين الإماراتي الشقيق في مباراة الإياب في دوري أبطال آسيا. حاب أذكر أو أقول تشكيلة الفريقين: النصر في حراسة المرمى يعود راغد النجار، في خط الدفاع محمد فتيل، علي لجامي، عبد الله العمري، أليكس تيلس، عبد الله الخيبري، أوتافيو مونتيرو، مارسيلو بروزوفيتش، عبد الرحمن غريب، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو. أما فريق العين الإماراتي: خالد عيسى في حراسة المرمى، خالد الهاشمي، كوامي، بندر الأحبابي، أريك جورجينس، يحيى نادر، بارك يونغ، محمد عباس، كاكو، سفيان رحيمي، ماتياس بالاسيوس. مباراة الذهاب انتهت 1-0 في مدينة العين، والآن مباراة العودة في الرياض في الأول بارك. ويسرني أن أرحب بالأستاذ العزيز خلف ملفي أبو أحمد. كل عام وانت بخير ومسيك بالخير والسرور. مساء النور أستاذ محمد، حياك الله، وكل عام وانت بخير وشهر مبارك علينا وعليكم جميع الأمة الإسلامية. ومدري الزميل معنا عصام ولا
لا عصام خلاص خلصنا عشان خلاص. ناخذكم واحد بالتوالي عاد. عموما مساري بالخير واكيد انه ما شاء الله اثر البرنامج كعادته دائما وبالتوفيق دائما للجميع. الله يعطيك العافيه ابو احمد. مباراه العين والامارات ما ادري انا يعني الكل متفائل بفريق النصر ونتمنى لممثلنا التوفيق اكيد التفاؤل جيد ولكن يعني كره القدم يقول لك اصبحت الان هي عباره عن 90 دقيقه تلعب بصرف النظر عن الصوره العامه. اكيد اذا جينا ننظر للصوره العامه النصر فنيا افضل ولكن مباريات القدم هي احيانا 90 دقيقه على قولهم اخطف ويجري. هل هذا الامر حينطبق على هذه المباراه وعلى فريق العين ولا لا فعلا النصر اقوى ولابد ان يفوز في هذه المباراه؟ والله شوف النصر يعني بالتاكيد هو اقوى من العين حتى وهو يخسر امام العين في المباراه الماضيه كان هو عنده فرص كثيره انه ممكن يتعادل وحتى ممكن يفوز يعني. والسبب هو عنده عناصر هجومية سواء في الوسط أو في الهجوم عناصر هجومية فاعلة وقوية جدا. لكن مشكلة النصر في المباراة الماضية تحديدا هي يعني ما أدري أعتقد لخبطة إدارية فنية في المقام الأول مثلا. يعني خلنا أعطيك مثال لما أصيب تاليسكا واضطر أنه يعني يأتي ماني بطائرة خاصة قبل المباراة ويصل في نفس الساعة متأخر جدا و يمكن ما استعد بشكل جيد نفسيا للمباراة وشاهدنا يعني مالي كيف كان في المباراة. هذه من الأشياء اللي ارتكبها النصر وهي أخطاء بدائية للأسف الشديد سواء من المدرب أو الإدارة. يعني إذا قبل المدرب افترض الإدارة ما تقبل وإذا قبلت الإدارة افترض المدرب ما يقبل. بديهي جدا أن يكون معك اللاعبين اللي أنت ممكن تحتاجهم في أي لحظة لأنه ممكن يحدث أي شيء قبل المباراة ولو في التسخين وحدث مع مباراة مع أوتافي في المباراة الماضية من رائد يصيب في التسخين ولكن الحظ زين أنهم كانوا في الرياض. فهذه الأشياء من المؤثرات اللي أحيانا ما تكون ملموسة للناس ولكنها تؤثر في شكل الفريق بشكل عام. أضيف ذلك أنه ما زال يعني النصر يتلقى أهداف غير طبيعية يعني يتلقى في مرمى أهداف غير طبيعية. كل المتخصصين والفنيين تكلموا عنه من بداية الموسم ومع ذلك لم يعدل المدرب هذه المشكلة. والدليل أنه شفنا أي هجمة للعين ممكن بسهولة تسجل تمريرتين ثلاث تمريرات الرابعة تجد اللاعب أمام المرمى وهذه إذا لم يتداركها يعني اللاعبون والمدرب في مباراة اليوم أكيد بتكون خطر دائم عليهم لأنه في الأخير العين متأكد أنه سيلجأ إلى الدفاع القوي ومراقبة النجوم المهمين ويعتمد على الكرات المرتدة. أبو أحمد أكيد تابعت الشحن الإعلامي الشحن الجماهيري والأمور اللي حصلت قبل مباراة العين وبعض الأشياء اللي حصلت في الملعب بعض الفيديوهات اللي حصلت إنه والله إذا جاء فريق العين هنا راح تكون يعني بعض الفيديوهات اللي فيها أمور بعضها يعني موترة أو خارجة. ناهيك عن الثقة هي جميلة ولكن لدى بعض الإعلاميين صراحة يعني في المملكة أو بعض الجمهور كان في هناك ثقة مبالغ فيها في خروج النصر فائز في المباراة. يعني احنا لابد انه نحترم الخصم اللي موجود امامنا لكن ما اعتقد انه في احد قرأ العين فنيا بطريقة يعني يمكن لو قرأ فنيا بطريقة افضل حيكون ردة الفعل والحديث عن المباراة اهدأ بكثير. صحيح. شوف احترام الخصم مهم جدا وهذا المسؤول عنه دائما المدرب والإدارة واللاعبين لأن الإعلام والجمهور طبيعي أنه يتكلم بأشياء قد لا يلمسها قد لا يعيها يعني في مبالغة دائما. أنت اليوم مثل ما ذكرت يمكن قبل ذلك عدد النجوم يعني النجوم الكبار الموجودين في النصر والدليل اليوم أن المدرب يعني لما عاد راد النجار وجد أنها فرصة أنه يشرك أهم لاعبين في الوسط والهجوم وبالتالي يستفيد من خمسة جانب رغم أنه أيضا بيفقد اللاعب السادس اللي هو الآسيوي اللي أصيب وهذا أيضا واحدة من الخسائر اللي تكبدها النصر وبالتالي اضطر إلى تلس. هذه المعطيات موجودة لكن أيضا العين فريق له تاريخ فريق له على السايد الآسيوي عنده بطولات عنده مشاركات قوية جدا وحدث في يوم من الأيام وصيف كأس العالم فهذه الأشياء موجودة في التاريخ
لكن إذا تحدثنا عن الفوارق الفنية اليوم أكيد، لكن أيضا العين عنده لاعبين مميزين، عنده لاعبين مهاجمين على مستوى عالي، وحتى هو يغيب أفضل لاعب عنده كمهاجم إلا أنه كان عنده حضور جيد وسجل هدفين، ممكن ألغيت الهدف الثالث احتسب. فهذه الأشياء موجودة، ولكن نعود ونؤكد أن النصر مشكلته الأساسية تكتيكية بحتة في يعني النص الخلفي والدفاع. هذه مشكلة إذا لم يحلها النصر عليه خطر. لكن أيضا التحفيز مش فقط من الجمهور أو الثقة، أيضا حتى يمكن رونالدو في المؤتمر الصحفي واضح أنه يعني عنده طموح عالي جدا وحفز اللاعبين، وحتى بعض التصريحات اللي ظهرت بشكل أو آخر من بعض لاعبي النصر من ضمنهم ماني أنه اليوم إحنا مسؤولين عن المباراة القادمة. يعني حتى كثير على فكرة جمهور وإعلاميين يقولون ويرددون أنه المباراة اليوم مباراة اللاعبين وليس المدرب، يعني ما عندهم ثقة في المدرب. فاليوم التحفيز صار على اللاعبين، وأحيانا ترى هذه تنفع مثل هذه الأمور، وخصوصا مثل ما ذكرنا في نجوم كبار، يعني في نجوم على مستوى عالي، جهد وأداء وفنيات وحضور وخبرة. فلذلك أنا ما يعني ما استغربت أنه فيه خلنا نقول ثقة كبيرة من الجمهور والإعلام أنه النصر يفوز. لكن بعض المماحكات اللي ما كانت جيدة أيضا في مباراة الإياب، مباراة الذهاب، صدر نادي العين بيان وأخلى مسؤوليته أو على الأقل تفاعل مع الحدث، وبالتالي أعطى قيمة صراحة لنادي العين كنادي أنه بالفعل حريص على العلاقات. اليوم أيضا في بعض الناس يتبرؤون من بعض الجماهير والمقاطع اللي مثلا فيها نوع من الحشد السيء لاستقبال العين. هذه الأشياء أنا إن شاء الله أنا لن تؤثر بشكل عام على الأجواء الخارجية، ولكن أيضا أنا متأكد أن حضور اليوم الجمهور النصراوي في الملعب وخصوصا في الأول بارك سيكون له تأثير قوي جدا جدا على اللاعبين. المدرب أيضا اعتذر عن تصريحه اللي يقول أنه فهم خطأ، ولكنه أيضا هو كان هذه أبو أحمد أنا لسه كنت أبغى أسألك السؤال. لهجة المدرب أو خلينا نقول التون أو درجة الحدة في المدرب، وأيضا كريستيانو رغم غيابه لفترة طويلة عن الحديث رغم كل اللي حصل كانت أخف بشكل كبير في المؤتمر الصحفي اللي شاهدناه، بطريقة كأنهم بيقولوا لا يمكن إحنا أخطأنا بالحديث ويمكن أخطأنا بالسكوت. هل هذا فعلا أمر تتوقع إنه مدروس؟ هي أكيد. شوف يعني أولا حضور كريستيانو في المؤتمر هذا بحد ذاته أمر إيجابي، وترى على فكرة يعني حتى يعني اللي تابع جماهير النصر احتفلوا في وجوده وكلماته، حتى أنهم رددوا كلمة لما قال إن شاء الله بالعربي وكان مبتسم وهاد، وحتى يعني شفت لقطات مع بعض الجماهير أو الإعلاميين حتى يروقع لهم. وهذا تعرف يمكن ما كان مألوف عند رونالدو، خصوصا أن رونالدو لما تصير مباريات عصيبة يشد فيها شوي ويخرج عن المألوف أحيانا. اليوم أعتقد أنه أراد أن يقدم نفسه كقائد الفريق، في الأخير هو قائد الملعب وقائد في خارج الملعب، وبالتالي أيضا كلمة مسموعة، حضوره مهم جدا، صدى كلماته أو تصريحاته قوي جدا عند الناس، وبالتالي هذا أعتقد أنه يعني المشجع اللي كان يتردد أن يحضر المباراة بعد ما سمع تصريح رونالدو وحضوره وابتسامته وتحديه أكيد أنه سيتحفز الحضور. وهذه ترى مهمة جدا. المدرب نعم هو أراد أن يعتذر بطريقة مباشرة، على الأقل يعني حتى لو اعتذر بطريقة مباشرة هو استدرك أنه أخطأ، وفعلا كان انا اعتبر انه خطا وكان خطا جسيم جدا، يعني قلل من اللاعبين ومدافعين تحديدا، رغم انه عنده لاعبين مميزين، عنده لاعب اجنبي يلعب في الدوري الاسباني، عنده لاعبين سعوديين لاخرهم الاجانب ينجم مع المنتخب في كاس اسيا، وعنده ظهيرين مميزين جدا. فما ادري كيف يعني حتى المحور الخيبري وبروزوفيتش، يعني عنده عناصر رائعه جدا في الدفاع، لكن هو المشكله انه في التنظيم، وأيضا هو يتنرفز أحيانا على الخط، مش أحيانا كثير يتنرفز على الخط، وهذا ترى يعني له تأثير سلبي على اللاعبين. فلذلك لعل المؤتمر الصحفي هدأ الوضع نوعا ما، لعله يغذي اللاعبين خلنا نقول معنويا، لأن ترى يعني خلنا نقول يركزوا أكثر في الملعب، وهذا مهم جدا اليوم في المباراة. طيب أبو أحمد خليك معنا، خلونا نطلع فاصل أخير مستمعينا الأعزاء، ومكملين معكم في المنصة مع الأستاذ الإعلام الكبير خلف ملفي.
المنصة مع محمد العمري. رجعنا لكم مستمعينا الاعزاء في الجزء الاخير من حلقتنا اليوم في المنصه 920-66-012 للاتصالات، 055-66-89-001 لرسائل الواتس، ومكمل مع ضيفي الاعلامي الكبير خلف ملفي. ابو احمد غدا سيلتقي. ممكن بس استاذ محمد فيه ايضا جزئيه مهمه، تفضل. شوف تشكيلة النصر، يعني عبد الرحمن غريب من اللاعبين رائعين جدا جدا، وترى على فتره كان عنده ثنائيات مع رونالدو بشكل رائع لكنه اصيب. ايضا عودته اليوم اعتقد انها جت في وقت مناسب، لذلك انا اقول اليوم النصر يعني كذا تطلع انه سيكتسح هجوما اذا سلم مرماه من اي مرتدات، وبالتوفيق للنصر. بالتوفيق. طيب مباراه الغد الهلال والاتحاد، كلاكيت يمكن نقول ثالث مرة في خلال 100 مرة ولكن يعني ما أدري كيف تصورك للمباراة. الهلال إذا بنتكلم على الأرقام والورق أكيد الهلال أفضل، الهلال عنده أدفانتج أو متقدم على الاتحاد سواء في مباراة الذهاب أو في الجانب النفسي، لكن نرجع مرة ثانية ونقول إنه الجانب يعني خلينا نقول إنها 90 دقيقة، وكل ما تحتاجه 90 دقيقة إنك تسجل هدف هدفين وتصمد. ولكن في حالة هذه المباراة غدا، هل بالإمكان تطبيق هذه القاعدة إنه سجل وقفل على الهلال، ولا ما أدري حنشوف شيء مختلف؟ شوف غياردو المباراة الماضية أعتقد أنه فاجأ الجميع بالتشكيل اللي لعب فيها، ظهيرين في كل الجانبين يسكر على الهلال مثل ما ذكر بعض المختصين، وهذا واجد فيه صراحة يعني لدرجة أنه كان أفضل من الهلال حتى بلنتي، وبالتالي بلنتي هذا هو اللي تقريبا خلنا نقول هد حيل الاتحاديين، وأصبح الهلال أكثر قدرة على السيطرة على المباراة. اللي أنا راه في آسيا يختلف تماما عن الدوري المحلي، وهذا الكلام يمكن قلته قبل واليوم أكرره. اليوم أنت تلعب بنصف اللاعبين أجانب ونصفهم محليين، يعني 5 أجانب و6 محليين، يعني أنت ما عندك آسيا ولا الهلال ولا الاتحاد، وبالتالي هنا الكفة اليوم على الناحية على اللاعبين المحليين. الاتحاد اليوم عزز خطوطه بلاعبين مميزين جدا جدا في المحليين، ف وبالتالي صار عنده قوة. نعم الهلال عنده أجانب صح مميزين جدا ومتفاهمين، لكن الاتحاد لما بيجي يختار 5 من 8 بيختار الأفضل، وبالتالي اليوم هو مدرب غياردو يعني أعتقد أنه اشتغل من تقريبا خلنا نقول قبل 6-7 مباريات في الدوري على أنه يهيئ فريقه لهذه المباراتين، لكن حظه سيء أنه خسر المباراة الماضية بالهدفين، وربما حتى تكون هدفين يعني فيها خط رجع مثل ما يقوله المختصون، وأنه دائما 2-0 أخطر هجمة أخطر نتيجة في الشوط الأول. وإذا تحدثنا عن مبارتين فاليوم أنت تلعب شوط ثاني اللي هو غدا، أنت متقدم خاسر بهدفين والهلال متقدم بهدفين، ممكن تسجل هدف وتربك الهلال. اليوم أيضا نفس الشيء اللي هو، وعلى فكرة يعني مدرب الاتحاد راح أهم نجومه من مباراة الدوري المباراة الماضية لكي يكونوا أكثر جاهزية بعيد عن الإرهاق بعيد عن الكدمات، وبالتالي هو يعد الفريق بشكل قوي جدا جدا لهذه المباراة، خصوصا أنها في الجوهرة والجماهير الاتحاد، التحدي موجود كبير، وتعرف أنت الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد دائما في تحديات مهما كان. فلذلك أنا أعتقد الاتحاد سيدخل بهذه المعطيات حتى لو لعب على أنه أهم شيء أنه ما يجمر ما هدف على الأقل الشوط الأول. في المقابل الهلال اليوم أيضا هو عنده خيارات كثيرة ما عدا فقط الدفاع، سيضطر للعب بكوليبالي لأنه تنبكتي ما زال مصاب، وبالتالي لما يشرك اللاعبين الآخرين وبالذات إذا عاد مثلا خلنا نقول سيفيتش ومترو إذا كانوا حاضرين خلاف المباراة الماضية اللي كانت ربما أسوأ مباراة لهما لمباراة الذهاب، بالتالي الهلال أيضا عنده القدرة أن يتحكم في المباراة وحتى يعني يسيطر على الأجواء العامة. لكن شوف مثل هذه المباريات ممكن يحدث فيها حدث مفاجئ، بلنتي طرد، وبالتالي لخبط أوراق مدربين لاعبين، تفقد لاعب مهم أو شيء من قبيل. أنا أعتقد أن هذه الأشياء هي اللي ممكن تحدث في المباراة وتبقى تحدي، يعني 3 مباريات وراء بعض بين الهلال والاتحاد
من الصعب انه اي فريق يخسر مباراه مرتين، او من الصعب ايضا انه فريق يفوز بثلاث مباريات. ابو احمد، خلينا ابعد شويه عن موضوع المباريات الاسيويه. يمكن قبل كم يوم كان في قرار من الاتحاد السعودي لكره القدم ب او بموضوع السوبر السعودي انها تبدا ليله العيد تقريبا، والموعد يعني انا حاولت احللها من جوانب كثيره، انا حتى الجانب التسويقي والاعلامي، يعني وجدت انها ما هي بداخله العقل، يعني حتى تسويقيا عاده عيد الفطر عاده عندنا في السعوديه احنا ما نسافر في عيد الفطر، يعني كنا اقول لك عيد الاضحى ممكن، يعني اذا اقول والله الهدف انه تجتذب السعوديين اللي مسافرين في الامارات الشقيقه، او انه حتى اخواننا واخواتنا في الامارات، احنا متشابهين في العادات خصوصا في عيد الفطر. ما أدري يعني عندك وجهة نظر مختلفة عننا في الموضوع ده؟ والله أنت قلت سبحان ما تدخل العقل، والله نفس الشيء. إنه أنا يعني لما قرأت أول ما ذكر إنه البطولة تدرس أن تقام في الإمارات في آخر أيام رمضان وأيام العيد، ما كنت أبدا متوقع ولا 1% أن يكون هذا هو المنتظر من اتحاد القدم. يعني أنت اليوم مثل ما ذكرت سيد محمد، أنت لما غيرت مشروع أو بطولة السوبر إلى 4 فرق، أنت أردت أن تسوقها ماليا وأيضا حتى فنيا، أن ترتقي بهذه البطولة يكون لها شأن مثل البطولات اللي أنت استضفتها من إيطاليا ومن إسبانيا. أنت قاعد تحاكي بطولة نجحت، تجربة تحاكي تجربة معينة. أي للأسف الشديد، وأنا أقول والله يا أخي أنه شيء مخجل جدا جدا، انك انت يعني تضطر الى انك تنتقد اتحاد القدم ورابط دول المحترفين بحده وبغرائب كثيره جدا، وكانهم غير عايشين في اجواءنا وفي اجواء رمضان. ايضا اولا يعني شوف، يمكن ثالث العيد ممكن يعني تبلعها على قولهم، لكن يا اخي يوم 29-28 وتخيل الهلال والنصر والاتحاد الوحده، والاسوا مش فقط في يوم 28 أو 29 رمضان، الاسوا انه مباراه الاتحاد الوحده الساعه 8:30. يعني أنا قلت هذول يعني هل اتحاد القدم ورابط دوري المحترفين أو حتى الراعي ما يدرك إنه اليوم صلاة العشاء في الرياض، مش في جدة والمكة، في الرياض تبدأ الساعة 8:00، يعني الساعة 6:00 المغرب عندك ساعتين، هذا شيء رسمي، وفي مكة وجدة 8:30، يعني الأذان 8:30. يعني شلون يعني تعتقد انه مثلا جمهور الاتحاد الوحده ما عندهم رغبه ولا من المستهدف طموح. هذا هو من جمهورك المستهدف. يعني انا حتى يعني حتى اداريا بحاول انظر لها من الجانب الله البزنس، الجمهور والقاعده المستهدفه، ماني عارف مين المستهدف. يعني حتى لو قلنا ما راح يحضر جمهور في يوم 28، لو تكون مباراه بدري مين يوم 28 ما حيروح يمكن ولا 2% من الجمهور العاشق إلى الإمارات عشان يحضر مباراة ليلة العيد، فما بالك أنت تستهدفهم أيضا على التلفزيون. أنت كيف الناس بتشاهد المباراة؟ أنا يعني والله أني قاعد أقول أنا لاتحادي ولا وحداوي في المقام الأول، طبعا أكيد أنا كإعلامي ولا مشجع بشوف مباراة بحاول، لكن أتكلم عن الاتحادي والوحداوي اللي يبغى يشوف مباراة عشان فريقه بترك الصلاة. جد يعني والله جد يعني حتى لو ما انه رايح يصلي، اكيد حيكون رايح يقضي حاجياته اللي ثاني يوم العيد. يعني عندك سبب اكثر من سبب. نعم شوف، يعني انا جيت يمكن على السبب الاقوى اللي هو الصلاه، ما بالك الاشياء الاخرى الاجتماعيه العائليه وما الى ذلك. ايضا انت قاعد تربك اللاعبين اللي يعني يتمنى يوم واحد يعيش مع اهله يوم العيد او ثاني العيد، انت قاعد تحرمه اخر ايام رمضان وبداية أيام العيد الثلاثة. مع احترامي الشديد قرار للأسف الشديد ما أدري كيف أقر، وحتى في الإمارات يعني الإمارات أنا ما أدري كيف ينظمون مثل هذه البطولة في آخر يوم رمضان على ملاعبهم، وهم أيضا ينشدون أكيد حضور جماهيري صح وإلا لا 100% صح. وبالتالي أيضا حتى لما تنقلها أنت، من اللي بينقلها؟ أكيد تنقلها تلفزيونات السعودية والإماراتية بما أنها على أرض الإمارات. وعلى فكرة ترى مثل ما ذكرت أستاذ محمد، يعني إحنا والإمارات شعب واحد، في كثيرين يشجعون الأندية السعودية، يشجعون الأندية السعودية يمكن أكثر من أنديتهم في الإمارات.
متابعون الدوري السعودي لانه دوري غني، دوري قوي، دوري مثير، دوري جميل. ولا تنسى يعني انك انت ثلاث فرق من الانديه الجماهيريه اللي تلعب في البطولات كلها، مع ان الوحده ايضا فريق عريق وكبير، ولكن اتكلم عن جماهيريا. واذا ايضا الوحده والاتحاد يعتبر ديربي، والهلال والنصر ديربي، هل بالفعل انت اعطيتها هذين الديربيين حقهم؟ شيء صراحه مخجل. والوعي الواحد انه يعني مثل ما قلت لك يعني من ما ودي ينتقد، لكن يا اخي غصب تشوف اشياء ما تجد لها اجابه. وعلى فكره سيد محمد، اكيد انك لو اليوم اتصلت بياسر مسحل ولا رئيس رابطه المحترفين ولا رئيس لجنه المسابقات في اتحاد القدم او في رابطه المحترفين، قلت لي يردوا عليك. والله انا اتوقع وين رد احد فيهم. انا عندي توقع للجواب، الجواب حيقول لك والله مضغوطين ولازم نضبط، لازم نقيم البطوله بطريقه او باخرى. ما اعتقد انه في رد غير كذا، ويا ريتهم والله اذا كان في رد. احنا نتمنى انهم يثقفون حقيقه، احنا لا ندعي انه نعرف كل شيء، لكن خلنا نقول انا اللي اتمنى، خلنا نقول الرزنامه اللي ازعجونا فيها. طيب ما انت اليوم قاعد كل شوي تغير في الرزنامه، الى درجه على فكره يعني مش فقط ترى على قضيه هذه، في ترى كثير اشياء تتفاجئ انه صحفي يغرد انه والله ترى مباريات اليوم غيروا فيها، ما في بيان رسمي. في مباريات في الدوري غيروا توقيتها ووقتها بمعنى صح، او قدمت مباراه واخرت مباراه لم يعلنها رسميا في لا في الرابطه ولا في اتحاد القدم. يعني شيء مخجل جدا. اليوم انا اتمنى بس واحد يقول لي لماذا وضعت مباراه الاتحاد الوحده، خلينا من باقي المباريات، لماذا وضعت مباراه الاتحاد الوحده الساعه 8:30 يوم 29 رمضان؟ انت ما تبغى حد يشوفها؟ بامانه ما تبغى حد يشوفها نهائي؟ اجل ليش تحط مباراه؟ لماذا وضعت هذه المباراه في هذا التوقيت؟ يعني حتى على فكره مباراه الهلال والنصر ترى ممكن تدخل على صلاه الترويح، عفوا صلاه القيام، يعني اذا 11:30 اذا استمدت اي بالراحه اي اذا استمرت ممكن تدخل على صلاه القيام. انت وين عايش؟ جد يعني شيء والله العظيم شيء مخجل. أنا أتمنى يعني يمكن والله، يعني أنا والله أتمنى، أنا يعني ما عندي مشكلة، أنا عندي استعداد أن أتقبل أي سبب، أو يعني مو أتقبل أقول والله ممكن أوكي هذا هو السبب، لكن المشكلة أنه ما في أحد يا أبو أحمد يطلع أو يتكلم أو يفهمك ترى إحنا والله هذا هو السبب اللي أجبرنا أن إحنا نقوم. إذا كان والله رزلامة هذا الشيء أجبرني أو حدني أن أنا أقوم بهذا الأمر وأخذ هذا الموعد، وإن شاء الله نوعد أنه إحنا نحاول نتلافاه في المستقبل على الأقل. طيب محمد، شوف لو رجعت إلى أنت كمثلا خلنا نقول أنت اللي مسؤول في اتحاد القدم أو اللجنة اللي قررت هذه البطولة بدراسة معينة أنها تصير أربع فرق وكذا، طيب أنت عارف أن الفرق عندك أربع فرق دائما بشكل أو آخر تتأهل إلى الدور نصف النهائي، يعني لازم تحط في اعتبارك هذا الشيء انه عندي فرقه تتاهل الى الدور نصف النهائي وفريق في الاخير بتاهل الى النهائي اسيا. فهل يعقل اني اعرف الرزنامه هذه؟ ما اعرف من اول انه كاس اسيا هذه الفتره الطويله كاس اسيا وكاس امم افريقيا وعندي لاعبين نجوم، ما اعرف انه انا ايضا اسوق هذا الدوري وكل بطولات الدوري السعودي، كل بطولات الدوري السعودي او بطولات اتحاد القدم السعودي أو البطولات السعودية كلها اليوم تحظى باهتمام ونقل خارجي. هل أنا ما وضعت هذا في الاعتبار؟ والله إن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فتلك مصيبة أكبر. أبو أحمد الأستاذ خلف ملفي، شاكر تواجدك معنا في المنصة، دائما أنا سعيد بالحوار والنقاش معك. مانشستر فأنت والدكتور حافظ لا احنا والدكتور يعني يجمعنا الهم اللي مسببه لنا مانشستر يونايتد، لكن هو الظاهر الدكتور حافظ اوجه له تحيه وبركات اقول له كل سنه وانت طيب، هو متفائل اكثر مني، انا متشائم. ابو احمد شكرا لك وسعيد بتواجدك معنا في المنصه دائما. انا اسعد محمد، الله يحفظك. الله يحفظك. مستمعينا الاعزاء، التقيكم الاسبوع القادم في حلقه جديده من حلقات المنصه يوم الاحد والاثنين الساعة 9:00 مساء في رمضان. كنت معكم محمد العمري، تحياتي.